المحاولة تغيرت، تحولت بأقدام جابرييل سوازو، خطأ من أكرم، وصلت إلى أليكسيس سانشيز، يسدد وفي المرمى. أول الأهداف، أول الأهداف يأتي عن طريق أليكسيس سانشيز في مباراته الدولية رقم 150. ممكن أن يكون هجوميا من جهة اليسرى إلى لقطة يتواجد فيها في مناطق دفاعية من جهة اليمنى، خطأ من اللاعب أكرم عفيف وقرار بعد ذلك بإصدار العقوبة عند أرياس. محاولة تعود من جديد، وصلت إلى من؟ يعود من أجل تصحيح الخطأ ويستغل الخطأ في الجانب المقابل ويسجل التعديل. أكرم عفيف يضع كرة في شباك أرياس. هذه اللقطة، هذه المحاولة، شوف الضغط من المعز، وصلت إلى أكرم وبالقدم اليمنى، بالقدم اليمنى أكرم يسجل ويعدل، أكرم يسجل ويعدل. والأجمل الآن، الأجمل في هذه اللقطة، الإصرار اللي موجود عند أكرم بالعودة بالكرة في محاولة الوصول إلى نتيجة الانتصار بعد هذه الكرة المثالية التي وضعها في شباك أرياس، يعدل من خلالها النتيجة ويعود بالعنابي، يعود بالعنابي 1-1 في الفوز ببطولتي بطولة كوبا أمريكا. عرضية داخل منطقة الجزاء، سيرالتا يبعدها، لا زالت مستمرة، الهيدوس يسدد، الله 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 الله، هدف العادة وبالإمتاع والإبداع حسن ياسين، هدف بماركة عالمية من قائد العنابي حسن الهيدوس، يسجل التقدم الآن. هذه الكرة وصلت وابعدت، لكن عادت عادت عادت، هي هي هي، أوهو. صعب عليك يا أرياس، صعب عليك يا أرياس، بكرة في غاية الروعة والجمال، هي على أقدام حسن، وهوبا هوبا 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 هوبا، أوهو. جميل هذا الحسن، جميل هذا الحسن، يسجل ويضع الكرة في المرمى ويتقدم العنابي. لا زالت مستمرة وقائمة خطيرة داخل منطقة الجزاء. الحذر 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 الحذر، والتعادل يأتي، التعادل يأتي، لا وجود للتسلل. وأرتورو فيدال، أرتورو فيدال يسجل هدف التعديل لمصلحة منتخب تشيلي بكرة مرت وبعد ذلك وصلت إلى أرتورو في مواجهة المرمى، وضعها في شباك الحارس مشعل وأعلن عن التعادل 2-2 2-2 هنا في هذه الكرة، هذه المحاولة. شايفين إسماعيل ضم كثيرا إلى الداخل، ثم جاءت المحاولة بعد ذلك بلمسة من البديل دياز إلى أرتورو فيدال، وفيدال وضع الكرة في المرمى ليعلن عن التعادل الآن 2-2 2-2 شوط ثاني مختلف عما كانت عليه الأمور في شوط المباراة الأول. بعد